سفراء فوق العادة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء يتجدد وسفير فوق العادة. ونحن هنا في دولة الأمن والأمان والطمأنينة، هنا في دولة الكويت الشقيقة، حيث نسعد في هذه الأيام التي يحتفل فيها ليس فقط أبناء الشعب الكويتي بهلا فبراير واحتفالات الأعياد القومية، وإنما العرب جميعا يحتفلون هذه الأيام بهذه الانتصارات والعيد القومي لدولة الكويت. معنا سيداتي وسادتي في لقاء الليلة من سفراء فوق العادة سعادة السيد محمد إبراهيم المزيدي، الخبير العقاري الشاب، سفيرا فوق العادة. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، اليوم نورتونا الأمانة وفاجأتونا بعد بنفس الوقت، وجيت بوقتها ما شاء الله حلو، ونورت الكويت بعد فبراير. نعم، عيد التحرير. انا عايز اقول بنشكركم على حسن الاستقبال، ويعني اولا يعني اذا قلنا للساده المشاهدين من هو السيد محمد ابراهيم المزيدي، نقول ايه؟ أول شيء أتشرف فيكم جميعا، وإحنا بدايتنا اشتغلنا تقريبا صار لنا بحدود الخمس سنوات. بلشنا في أراضي السعودية بالخفجي، وكانت أراضي السعودية مثل ما تقول فئة حق جميع المجتمع أنه يقدر يأخذ، لأن كانت الأسعار وايد ممتازة على بدايتها، تقريبا 6,000-7,000 كويتي قطعة أرض، قاعد تتكلم على 600 متر. والموقع المخطط كجغرافي بين السعودية وبين الكويت تقريبا ساعة انت واصل، نتكلم على بعض المدن، طبعا في بعض المدن يمكن الساعة اقل انت تكون واصل، يعني تروح تتعشى وترجع بالضبط. وبنفس الوقت لما كنا نقعد نستثمر هناك مساحة 600 متر، which is وايد حلوة، فالكل يقدر ياخذ والكل يقدر يبني، فصارت مثل ما تقول منطقتنا الثانية، هي اوريدي بلدتنا الثانية تعتبر. طيب كانت بداية المشروعات اللي انتم انطلقتوا بيها هي في المملكة العربية السعودية؟ بالمملكة العربية السعودية، واشتغلنا من بعد إلى في سلطنة عمان. نعم، اشتغلنا هناك هم نفس الشيء على أراضي، وخذينا أماكن، خذينا بصلالة، خذينا بمسقط. نعم، على حسب رغبة المستهلك أو المستفيد، خلينا نقول، لأن في بعضهم يقول لك لا أنا أبي طبيعة أكثر، أبي خضار، أبي شغلات كذي، في منهم يقولون لا أبي مكان عند المدينة. نعم، فقدرنا الحمد لله، لله الحمد، توفقنا بهالمناطق وتوفقنا بهالمناطق. يعني خبراتك في مجال الريال استيت بدأت إزاي؟ يعني هل يعني كيف فكرت حضرتك كشاب يعني أن تفكر في هذا المجال؟ يعني لم تفكر مثلا في مجال المحاماة، في مجال التصدير، ولكن فكرت في هذا الموضوع إزاي؟ أول ما بلشت بالعقار كان الوالد قاعد يشتغل ببيت جديد، كنا ساكنين بمنطقة اسمها منطقة المنصورية، فانتقلنا إلى منطقة مشرف. فوانا قاعد أطالع منطقة مشرف، عقب فترة قاعد تشوف منطقة جديدة يمنا اللي هي غرب مشرف جنوب السرة. فمن هني حسيت ليش ما نبيع ونشتري هني، فحسيت الإلهام التجاري من ذاك الوقت، بدأت عندك الفكرة بالضبط أنه ليش ما نشتري ونبيع هني. ثم أسست الشركة، مو على طول، على طول بعدين دخلت بمكتب احدى الزملاء، تعلمت على ايده، بديت اعرف المشاريع اكثر واكثر، بعدين شوي شوي بديت احتك مع تجار على مستوى الكويت، بديت اتعلم منهم شغلات وايد، بعدين انغمست بالسوق، خلاص صارت لعبتي. نعم، يعني اذا انت اخذتها سلم سلم، يعني خطوه بخطوه تعلمت الامور هذه كلها، والحين هم قاعد نطمح على اساس نسوي بعد شغلات جديده. رائع. إذن يعني ضيف لقاء الليلة السيد محمد إبراهيم المزيدي، ونحن نسعد به سفيرا فوق العادة للمناخ العقاري العربي، لن أقول بس فقط الكويتي،
أعتقد هو ضرب نموذج جيد جدا للشباب بأنك لابد أن تتعلم وأن تستفيد وأن تخطو السلم خطوة بخطوة أو درجة درجة حتى تستطيع أن تقف في مصاف المنافسة القوية. طيب إذن صحيح. إذا دخلنا في الجزء الثاني وهو بداية بقى المشروعات، لازم يكون هناك مصداقية لدى العميل، يعني اللي بيجي صح. يحجز مشروع عندك لازم عنده باك جراوند ان هذه الشركه لها اسمها ومكانها. طبعا اي مشروع تبي تسوي لازم تدرسه من كل النواحي. أيوة. من الناحيه الايجابيه ومن الناحيه السلبيه. في ناس يمكن بس تفكر بالايجابي وهذا خطا، لان دائما واحد يحط الأسوأ في الأسوأ. هذا واحد. اثنين، من ناحيه طبيعه المكان، يعني اليوم احنا الدول اللي الحين اخترناها بالوقت الحالي كبريطانيا كيو اي اي اخترناهم بسبب الظروف الاقتصادية السياسية السياحية بنفس الوقت. أيوة. على مستوى مو الدولة، على مستوى الوطن العربي أو المستوى العالم ككل. بالضبط، يعني اليوم بريطانيا غنية عن التاريخ. لما نتكلم على لندن، قاعد تتكلم لندن يعني ما شاء الله اليوم احنا قاعد نحتفل بعيد التحرير. الدولة الوحيدة اللي ما عندها احتفالات لأن تقريبا استعمرت العالم كله. ودي استراتيجية يعني بالضبط. رؤية بالضبط. وعندك نفس الشيء، الإمارات اخترناها لأن علاقاتها حلوة مع كل الدول وعلاقاتها قاعد تشتغل ودائما عندهم الطموح وما عندهم شغلة اسمها تفرقة بين فلان وفلان. اللي يشتغل بهالدولة دائما قاعد يصعد. ليش؟ لأن الشيخ الله يحفظه دائما عنده طموح، أبي دولتي تكون نمبر 1. شركة المزيد العالمية العقارية، نحن نصل بك لقمة التميز العقاري. The Heart of Europe شنو معناته؟ هي قلب أوروبا. يبنى اليوم أوروبا كلها موجودة بالوطن العربي بالخليج اللي هي بدولة الإمارات. البحر اللي احنا اخترناه حق المشاريع هذه نفسها مسوي لها دراسة كلها كاملة، ما خذينا المشروع على طول، الدراسة طول فوق تقريبا 5 سنوات. الحمد لله لأن احنا واثقين من نفسنا بالمشاريع، فلما طرحنا مشاريعنا طرحنا إنجازاتنا ولله الحمد تمت الموافقة. مو تركيزنا بالماديات كثر ما تركيزنا أن نريح العميل المستثمر اللي يبي يستثمر هناك، لأن مثل ما أنت عارف في وايد مشاريع داخل الإمارات أو حتى بالكويت، ولكن كشيء مميز ينعدون بالأصابع. أول شيء كثر ما أتكلم إذا ضافتني معلومة سامحوني، لأن المشروع ترى وايد ضخم، وايد أكبر من أني أقوله يمكن بحلقة أو حلقتين. مشروعاتنا الأبرز والأشهر عالمياً. Heart of Europe. طبعاً الموقع المشروع مختارينه بجزر العالم. جزر العالم صاير بينه وبين دبي تقريباً 10 minutes التواصل باي بوت. المشروع ميزته إنه في بس بوت يأخذ الأشخاص من تقريباً برج العرب، قريب من برج العرب إلى المشروع نفسه. فالمشروع بدايته راح يكون فن. ليش؟ أن أنت ماخذ التدري دائما الماي تعطي نفسية بحرية، رحلة بحرية حلوة. فتقدر تأخذها عن طريق اليخت، أو تقدر تأخذها عن طريق الباس بوت، وتقدر تأخذها عن طريق طراريد عادية إذا كان أنت تقدر تحطهم بالمارينا، مصافة المارينا. بعدين توصل لعند جزر العالم. طبعا جزر العالم بتكون على أكثر من دولة. عندنا جزيرة مختصة حق سويسرلاند، في مكان مختص حق جيرمان، في مكان مختص حق فرانس. فكل مكان حاطي له مثل ما تقول، كل جزيرة لها دولة معينة ولها اسم كمان أيضا. بالضبط. فاليوم مسوين حركة حلوة مثل ما قلت مساء، من ناحية الأمان، من ناحية الأمور كلها كامل. لكن في شغلة معلومة معينة، وايد ناس تقول أوكي الإمارات حارة رطوبة، بقول لك صح، بس احنا حلينا هالمشكلة. بنفس المكان عندنا شيء اسمه جيرمان تكنولوجي، فمسوين كلها أمطار وثلوج صناعية outdoor مو inside. لا. مثل ما احنا نعرف اليوم وايد في منافسات يقول لك أنا بسوي مطعم داخل كله ثلوج، أو أنا بسوي مثلا شغلة معينة بطاعم بغير الستايل. أوكي أنا أقول لك اليوم مو داخل، وأنت تتمشى برا راح تشوف أمطار صناعية، ثلوج صناعية، وما في any chemicals. يعني حتى إذا خذيت الماء وشربته ما فيها أي أضرار جانبية. إذا أنت تسخر الطبيعة للكاستمر يعني. هذه واحد عشان احافظ على درجة الحرارة، فحتى لو كان في رطوبة داخل دبي انا ما راح يكون نفس درجة الحرارة هناك، محافظ على التمبرتشر هناك.
طبعا الشخص اللي اشكره وهو اللي سوى المشروع اللي هو شركة نمساوية، وطبعا هذا تفكيره وايد كان ممتاز، وشون كشخص انه درس هالدراسة كلها بالكامل وكان فكرة جريئة صراحة. اليوم قاعد تتكلم الإمارات، يمكن أغلبية اليوم الناس اللي يونها بالأجواء الباردة، أجواء الحارة في أجانب وايد يحبون الحر لأنه مو حاصل لهم نفس حر مثلا الخليج، لأن تدري هناك الحر عندهم أقول لي 30-25، فاليوم هناك لا، سخرنا هالمكان الجو دائما بيرفكت ما يقل عن 25. شركة المزيد العالمية العقارية، مشروعاتنا الأبرز والأشهر عالميا. ويؤكد السيد محمد إبراهيم المزيدي بأن الخليج العربي يشهد الآن مرحلة انطلاق واسعة في المشروعات العقارية المبتكرة، الأمر الذي يسهم في زيادة نسب الإقبال على امتلاك وحدات خاصة تحمل صفة الابتكار. حضرتك لم تخشى من الفشل في لحظة يعني، أو لم تفكر في الفشل؟ بلى، لأن الفشل هو يعطيك دافع أنك تكمل هم مسيرتك لقدام، مو على أساس أنك تقعد، ودي حقيقة، وهذه حقيقة صحيح. نعم، وبالتالي النجاحات تتوالى طالما أنك أنت بتستعد لها جيدا. صحيح. طيب إيه اللي تقوله ل العاملين بمجال ريال استيت على مستوى الكويت وخارج الكويت؟ يعني ايه الرؤيه اللي حضرتك شايفها في مجال ريال استيت وهو استثمار لا ينضب ابدا، الاستثمار العقاري؟ دائما انا انصح بالاستثمار العقاري. اول شيء انا سمعت ان في توصيه من النبي واهل البيت عليهم السلام صلى الله عليه وسلم بالنسبه حق الاستثمارات العقاريه، هذه واحد. اثنين، بالنسبة حق الاستثمار العقاري، ان طاح السوق العقاري ونزل انا ما عندي مشكلة، اقدر اجره، اقدر استثمره، اقدر اخلي انا اسكن فيه او اهلي يسكنون فيه، يعني بكل الحالات انا راح اكون بالسيف سايد. حضرتك رسالة قد توجه الى العاملين بالقطاع الاستثمار العقاري، ما هي النصيحة اللي من الممكن ان تدلي بيها من خلال خبراتك وحضرتك كشاب ايضا، هناك عدد كبير جدا من الشباب بتدخل في هذا القطاع؟ اول شيء دائما انصحهم بالمجال العقاري، العقاري ما يخوف، حتى لو نزل العقار مثل ما تفضلت مساء تقدر تأجره، تقدر حتى اهلك يسكنون فيه او انت تسكن فيه. بنفس الوقت حاول توزع المبالغ مو بسله واحده، يعني حاول مثلا تحط اليوم حطيت بالكويت، ليش ما احط بمنطقه ثانيه بالكويت؟ ايوه، ليش ما احط بمنطقه ثانيه مثلا مو بس بالكويت، حتى بدول ثانيه؟ فلما نتعدد الاستثمارات تكون أفضل حتى لك أنت كشخص. كأنك تتحدث عن البائع الذي يبيع سلعة ما قد يحدث فيها ركود، إذن عليه أن بالضبط يفتر وسع. بالضبط يفتر بهالسيركل هذا. وبنفس الوقت أفضل عقار لما يأخذ شغلة دولة أو منطقة، سوري مو دولة، منطقة تكون ميتة بالدولة، على أساس يطلع ويحيي هالدولة من أول جديد عشان يكون هو مميز فيها. رائع سيد محمد. من ضمن الشروط أن يكون العقار أو المشروع ناجح أن تكون المنطقة التي يقام فيها هذا المشروع آمنة، مستقرة، بها قوانين سهلة. حضرتك حدثنا عن هذا الأمر. طبعا الشغلة هذه لما تروح على دولة أن فيها قوانين سهلة والأمور هذه كلها تتساهل معك، أنت نفسيا تحب أنك تتعامل وياهم. ليش؟ لأنه يصير أخذ والعطاء سريع، بالذات حتى من ناحية الإقامة، من ناحية الفيزا، من ناحية الأمور هذه كلها. فشنو قاعد يصير عندك؟ حب التطلع، حب الاستثمار، وبنفس الوقت تقدر تستثمر مو بس استثمار واحد، تزيد من الاستثمارات، وكذلك دخول الأموال وخروجها، يعني عملية برضو بالضبط تحويل الأموال. فكرت بمصر الجديدة، ناطرين ان شخص نقدر نتعامل وياه من 5 إلى 7 سنوات اللي مو جاي الكويت راح يشوفه 180 درجة، لما انت تكون مآمن بالشغل وحاب الشغل من داخل تقدر تفتح. الحمد لله اني انا كويتي، واشكر الشيخ للأمانة على كل الامور اللي قاعد يسويها بالنسبة حق الكويتيين. اتمنى ان في تكون مشاريع منافسة. السيد محمد إبراهيم المزيدي سفير فوق العالم، دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السفراء فوق العاده.